إيمان عبد الله شقير، نائبة رئيس جمعية مصر فرنسا 2000 الموجودة في فرنسا أو بالضبط في مدينة مرسيليا. النهاردة أنا موجودة بناشد كل اللي ساكنين في الجنوب الفرنسي كلهم ومدينة مرسيليا، سواء طلبة سواء أولادنا سواء الكل. مصري أصيل بيحب بلده يكون متواجد إن شاء الله في القنصلية المصرية أو قنصلية جمهورية مصر العربية، يكونوا متواجدين عند اليوم 1 و2 و3. دي فرصة حلوة جدا لأنها جاية ويك أند، هيبقى جمعة وسبت وحد. إن شاء الله التوفيق لمصر، وبإذن الله لازم صوتنا يوصل بكل صدق وأمانة، لأن صوتنا أمانة وده حق بلدنا علينا. ونقول دايما مصر بتواجه والعالم العربي كله بيواجه صعوبات وطبعا تحديات كبيرة خصوصا في مصر، فنقول إن شاء الله النصر لمصر، النصر لمصر، النصر لمصر، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، باي.